حياتي بشد حيلك معي أنا سما. مرحبا، سمعتوا قبل عن مرض عمى الألوان؟ يمكن تكونوا سمعتوا عنه أو حتى بتعرفوا حدا مصاب فيه، كبير أو صغير. بهالحلقة رح تعرفوا أكثر عن أسبابه وطريقة التعامل معه. عمى الألوان هو اللي بيخلي الشخص المصاب فيه غير قادر على رؤية وتمييز بعض الألوان الأساسية مثل الأحمر والأزرق والأخضر، أو بعض الألوان يلي بتتكون من مزج الألوان الأساسية. بحالات نادرة بيكون عمى الألوان كلي، يعني المصاب ما بيميز أي ألوان وبيشوف كل شيء بثلاث ألوان بس، أبيض، أسود ورمادي. ومرض عمى الألوان هو مجرد حالة بتخلي صاحبها ما يميز الألوان. ومرض عمى الألوان هو مو مجرد حالة بتخلي صاحبها ما يميز الألوان، لا، وبتسبب صعوبات بالقراءة والتعلم وتنمية المهارات لبينما يتأقلم الشخص مع حالته. طيب كيف بدنا نعرف أنه الشخص اللي قدامنا وخاصة إذا كان طفل مصاب بعمى الألوان؟ هلأ، معرفة أعراض عمى الألوان ما لها عملية سهلة، لأنه المصاب بيكون شايف طيف واسع من الألوان وما بيكون مدرك أنه الألوان اللي عم يشوفها هي مو الألوان الحقيقية. بس لما نلاحظ على الطفل أنه عنده صعوبات قراءة وتعلم وصعوبات اكتساب المهارات، بنعمل له اختبار بسيط وهو كتابة رقم أو رسم دائرة على خلفية بيضة وبلون واحد أساسي ومحدد ونقي، ومنسأله عن اللون، وهيك لنمر على كل الألوان الأساسية. وإذا شفنا بهالاختبار أي أعراض لعمى الألوان، منعرض المصاب على الطبيب ليتم الفحص الطبي. طيب شو أسباب الإصابة بعمى الألوان؟ عمى الألوان إما سبب وراثي، يعني بيكون مع الطفل من الولادة، أو مكتسب بيصير بمراحل متقدمة من العمر لعدة أسباب مثل خلل بالخيالة المخروطية بالعين، أو التقدم بالسن، أو أمراض بتصيب العين مثل الزرق والضمور البقعي والساد واعتلال الشبكية والسكري. وكمان ممكن يكون السبب إصابة مباشرة على العين، أو ممكن يكون عمى الألوان عرض جانبي لتناول بعض الأدوية وبيزول وقت توقف الدواء. طيب يا ترى هالمرض له علاج؟ هلأ لنعرف كيف نعالجه لازم نحدد السبب. إذا كان السبب وراثي أو مكتسب، وإذا كان مكتسب نتيجة مرض، لازم يتم علاج المرض نفسه. وبشكل عام صار في عدسات لاصقة أو نظارات عادية بيقدر من خلالها الشخص يشوف الألوان بصورة أقرب للطبيعة. وهذا الشيء اللي شفناه من فترة قريبة بفيديو انتشر انتشار كتير كبير على تجريب هاي النظارات على مصابين بعمى الألوان وكيف كانت ردود أفعالهم. وكمان في عدسات لاصقة ونظارات تعتمد على مبدأ تقليل كمية الضوء يلي بتتعرض له العين، لأنه الشخص المصاب بعمى الألوان بيقدر يميز الألوان بدقة أكبر بالإضاءة الضعيفة. وطبعاً استشارة الطبيب ومتابعة الحالة هي من الأمور الهامة والضرورية لتشخيص المشكلة ومعرفة أسبابها وطريقة علاجها. وطبعاً لا تنسوا قديش مهم نتعامل مع مريض عمى الألوان بطريقة صحيحة سلوكياً وإنسانياً. يعني إذا حوالينا شخص عنده هالمشكلة، ما منعرض عليه صورة ومنتحداه يميز ألوانه، أو نتمسخر عليه لما يخربط بالألوان، وخاصة إذا كان طفل، وما نحسسه أنه هذا الشيء نقص، إنما هو اختلاف. وطبعا مشكلة عمى الألوان هاي ما لها مشكلة كبيرة، وفي ناس كتير بتعيش وبتموت وهي متعايشة مع هالمشكلة. بس دورنا نحنا أنه نتعايش معها كمان إذا في حوالينا شخص مصاب، ونساعده على التكيف والعلاج، ومو العكس أبدا. ضلوا بصحة وخير واستمتعوا بالألوان حواليكم. سلام. دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سما.